عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال فإذا خرج الإمام يعني يخطب وضعت الملائكة أو جلست الملائكة يستمعون الذكرى، لأنه كان يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول. لذلك التبكير إلى صلاة الجمعة فضله عظيم، ثوابه كثير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل خطوة يخطوها الإنسان يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة فيها أجر صيام وقيام سنة كاملة. الله أكبر، أجر صيام وقيام سنة كاملة. يعني لاحظ لو أنك مشيت 500 خطوة إلى المسجد لك أجر صيام وقيام 500 سنة. الله أكبر، هذا فضل الله العظيم، خزائن الله ملأ، جوده عظيم سبحانه وتعالى. 1000 خطوة كأن 1000 سنة، 1000 سنة. ولذلك وصيتي لنفسي ولكم أن تهتبلوا فرصة المشي إلى صلاة الجمعة لمن استطاع، من بعض المناطق حارة، بعض المناطق فيها رطوبة، بعض كذا، لكن لمن استطاع أن يمشي على قدميه لصلاة الجمعة. بالنسبة